أهلا بكم. أحلام مستغنمي تقول في روايتها شهيا كالفراق، صفحة 11: انتبه أيها المسافر، انتبه أيها المسافر، قد يأتيك الحب كرفيق مصادفة، ثم تفاجأ به يلازمك. اترك له مقعدا شاغرا جوارك، قد يستدل عليك وسط الزحام، ذلك أنه يصل عندما تكون مزدحما بكل شيء عداه. هل فكرنا يوما كيف ننظر للحب؟ أو كيف ينظر المفكرون والفلاسفة والأدباء للحب عن باقي البشر؟ هل تختلف النظرة؟ يتناول الكاتب الروسي الكبير دوستوفسكي موضوع الحب بهذه الطريقة. يقول، يتساءل الكاتب ما هو الجحيم؟ ويجيب، معاناة ألا تكون قادرا على الحب، ويرى أن الإنسان يحب عن بعد، ويعتقد أن الحب يبعث الإنسان من جديد، ويرى أن الحب سر إلهي. نعم، يرى أن الحب سر إلهي يجب أن يظل مخبئا عن أعين الناس مهما يحدث من أمر، ويتصور أن فرحة الحب عظيمة، لكن معاناته تكون قاسية وفظيعة. ولكن الأفضل للإنسان ألا يحب أبدا. ويختتم أنه رغم حطام القلوب، يوما ما ستزهر وسترمم بالحب. ويختتم الكاتب الكبير أن الحب أنبل وأقدس شعور يزداد مع الاحترام المتبادل. ذاك هو الحب. إلى هنا تأتي حلقتنا، لا تنسوا دعمنا في القناة، وإلى لقاءات متجددة بحول الله، كل السلام وكل المحبة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.